الرتبة تحطم الرقم القياسي العراقي وربما العالمي. 10 سنوات على انقطاع التيار الكهربائي الحكومي الذي انتهى اليوم بتشغيل خط الرتبة الريشة ضمن مشروع الربط الكهربائي مع الأردن. 10 سنوات وحكومات محلية ومركزية متعاقبة لم تستطع حل هذه المشكلة حتى تبناها حزب السيادة بكوادره وقياداته التي تمكنت من إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن لخط كهرباء الرطبة الريشة، الأمر الذي لاقى تثميناً واسعاً من أبناء قضاء الرطبة، خصوصاً للقيادي في حزب السيادة مصطفى عياش الكبيسي وعضو مجلس محافظة الأنبار عدنان كاظم الكبيسي. نشكر الأستاذ عدنان والدكتور مصطفى عياش الكبيسي متابعته والمتابعة والجهود المستمرة حتى على عن طريق الجانب الأردني في تشغيل هذا الخط. عندما يكون لك ممثل حقيقي في الحكومة في الأنبار أو حكومة العراق في شكل عام، تكون لك حقوق وتستطيع أن تأخذ حقوقك أو تطالب بها. ما حد زارنا ولا أحد إجى للمنطقة، بس إحنا من انتخبنا عدنان الكبيسي ابن عمنا وابن المنطقة، يعني من وعد أوفى. وزير الكهرباء أكد أن كوادر الوزارة الفنية أشرفت بشكل مباشر على إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع الأردن من خلال نصب المحطات والمتنقلات وخطوط النقل الرابطة بين البلدين، مبيناً أن ما تم إنجازه اليوم هو المرحلة الأولى وستليها مرحلتان لاحقتان. الإشراف المباشر على تشغيل الخط وتغذية القضاء بطاقة كهربائية مستقرة، بذلت كوادرنا جهد كبير للفترة الماضية بنصب المحطات والمتنقلات وخط النقل اللي يربط بين البلدين. هذا هو الخط المشروع، هو المرحلة الأولى من خط الربط الأردني. إن شاء الله المرحلة الثانية اللي راح يبلغ 350 وهي المرحلة الثالثة. ويؤكد الأهالي في قضاء الرطبة أن اختيارهم في الانتخابات المحلية الأخيرة وتصويتهم لعضو مجلس محافظة الأنبار عن حزب السيادة عدنان الكبيسي كان في محله الذي وعدهم بحل أزمة الكهرباء، فأوفى بالوعد خلال فترة وجيزة.